هيك لكان. يعني زعلت مني؟ لا بابا ابدا، انا ما بزعل منك. بابا انت بتعرفي اني انا طول عمري بتصرف معك كصديق، وبحب انك انت تكوني معي صريحة كمان بكل شيء. هذا الشيء اللي انا خلاني شوي يعني الاخص انه هي العلاقة جدية. هي هيك ولا لا؟ نعم هيك هيك طبعا. طيب يعني هو في شي مرة حاول أو جرب إنه؟ أبدا بابا أبدا، يعني أكتر شي صار إنه مسكنا إيدين بعض. طيب ولا مرة قالك إنه بدي أشوفك بمكان خاص مو برا بمكان عام؟ وحياتك لا، يمكن لو ما كنت ميادة بقلها كان قال إيه، بس هو كتير بيحبك وكتير بيحترمك، فكان كل الوقت حريص على إنه هاي العلاقة تكون جدية وهدفها واضح. معناتها ما لازم يزعل منك ولا منه. هو شاب ظريف كتير ومهذب وملتزم واضح، بس بابا بتعرفي أنا بخاف من الأجواء تبعه. قصدك الفنانين؟ لا أنت بتعرفي أنه أنا بحترم الفن دائما، طول عمري كنت أحترم الفن، الفن الحقيقي، الفن النظيف والفن الملتزم يلي بيقول كلمة للناس. وواضح أنه أيمن شاب كويس أكاديمي متعلم، بس إنن دائما إلهم هيك يعني كل ما تقولي أخبارهم بكل مكان. إيلو قال مين جوز مين ومين طلق مين، بتشوفي صورهم بالجرايد وعلى صفحات الجرايد. أنا متأكد إنه هو مثقف وموهوب وإله مستقبل ورح يصير نجم، هذا حلو كتير. بس بتعرف شو معنى هذا الحكي؟ رح يكون إله معجبات كتير وزميلات بالشغل أخدين وش عليه. فكري منيح، انت بتقدري تتحملي هيك اجواء بابا؟ انا طبعا ما عم اقول لا، اكيد بدي اياكي انت تفكري. بعدين يمكن الشيء اللي عم بخليكي بهالايام تنجذبي له او يمكن تحبيه، وهذا شيء طبيعي، هو نفسه بعدين ممكن يعذبك ويسبب لك حزن. انا ما عم اقول لا، عموما القرار بالاخير لا لك انت. طيب يعني اذا مبدئيا يعني اذا فكرنا هيك نعمل شي خطوه جديه على الرسمي، يعني خطبه ما خطبه، انت ما عندك مانع؟ لا لا ابدا ما عندي مانع، بس على شرط انه هي الخطبه ما تكون مرحله انتقاليه للزواج، تكون فرصه للتعرف الانساني بشكل عميق وحقيقي بينك وبينه. ماشي. شكرا بابا، شكرا كثير. بيحطيني بصوت الشيء اللي ممكن يصير معك مشان اطمن عليك. ماشي بابا. والله يا ميادة انا ماني فاضي لمسحك هلا. كيف يعني؟ كيف يعني جد فسري لي؟ هلا جد رسمي يعني خلاص؟ طب انا طرف الموضوع وخرج، حدد امتى بينقال ولا لا؟ لك شو هالحكي الفاضي ميادة؟ هاي تصرفات اولاد. لا كان لازم تقولي لي بالاول. سلمون جهادو. لا يا صلاح، ولو مع انه زعلتني منك ليش ما اجيت تتغدى معنا؟ ها لك ايه، شو كل يوم يا زلمه فهمنا. لا يا صلاح، شو هالحكي هاد؟ نحن واحد يا رجل. بعدين ما تنسى انه حضرتك مسبق ومسلف بكل شيء. والله العظيم بلا هالحكي هلا والغلاظات، معقول تحكي معي هيك؟ سلم على مرتك. الله يسلمك. الين صلاحه. صلاح، شبك شو في؟ لك كأنه هي روبا اللي كانت بهداك التاكسي، لك هذا اللي لف هلا. أكيد ولا؟ والله كأنه هي. معقول يا زلمة؟ هلا
مالي متأكد 100%، بس ضلت عم تطلع عليك لحتى فتت على البناية، بعدين قالت للشوفير إنه يمشي، أو يمكن لاحظت إنه أنا انتبهت عليها، ما بعرف. بس بتعرف إذا كانت هي؟ إيه شو بيكون يعني إذا هي؟ يا سيدي إذا كانت هي بتكون هي المخلوقة بتحبك بطريقة ما بتصورها العقل. يعني ابصر قديش صار لقاعدة بهالتاكسي لحتى تلمحك لمحة. إنه بتكتفي بهاللمحة يعني؟ ما بتعرف بيتي ضلت هون قاعدة 3 شهور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي ما بتعرف ظروف العالم شو هي. بعدين لا تكابر لك صلاح، لا تكابر، اعترف. إذا كانت هي بتكون بتحبك بطريقة فظيعة، حب غير عادي. إذا يلا سلام. الله معه. أيمن إذا بتريد يعني مثل ما بتتجنب تمسك إيدي بهيك محلات مشان الناس والحكي لأنك نجم مشهور، في مجال تتجنب أنك تفرجي البشرية كلياتها أنك محتقرني؟ عمل لي شوية قيمة. ماني محتقرك بس متضايق شوي، ولا لأني فنان ما بصير إني أتضايق. ولو أتضايق وبراحتك، بس أنك تفرجي حبك لإلي عيب ما بصير. يي شو هالحكي؟ بس تفرجي غضبك للعالم أنك مانك طايقني، يعني ما في أسهل منها. ميادة هذا اللي عملتيه كان غلط كتير كبير. الزلمة جاري وشي بوشه وفي بيناتنا مودة واحترام، كيف بتطلعيني هيك كأني عم بلعب عليه ولفن ورا ظهره؟ طيب خلص، هي صار بيعرف ومرحب بالموضوع، وأساسا أنت كنت بدك تطلبني. خلص تعالوا بتنحل كل المشكلة. أيوه هذا اللي بدك إياه أنت، تحطيني تحت الأمر الواقع حتى أروح أطلبك. بس ما حذرتي يا أنسة مياتا، مو أيمن اللي بتلوى دراعه، مو أيمن. ها أنا بدي لوي لك دراعك؟ أنا بدي أحطك تحت الأمر الواقع؟ لك أنت كيف بتحكي معي هيك؟ لك وحياة بابا، وحياة بابا، أنا ما بعرف إنه الموضوع في إيه ولا. أنا اللي بعرفه إنه أنت جاي تطلبني براس مرفوع مو بدراع ملوية يا أستاذ. إذا جيتك لعنا بدها تلوي لك دراعك، فما بدي إياها من أساس، عم تفهم؟ ما بدي إياها العمى. عنجد؟ حبيبي بس ثاني خليك معي. ايه ايه خير؟ شوفي مخنوقة متضايقة، معلش فوت بكي عندك. طبعا ولو تسلمي لي فوتي يا حبيبي، برجع بحكي معك بعدين. ايه لا مشت شوي رفيتي عندي، يلا باي. انتي ليش ما انتي اللي عم تحكي على التليفون؟ عيب اسمعني عم ببكي. حبيبتي ما سمعك، والله ما سمعك. بعدين شوفي يعني بكي عيب ولا حرام؟ تعي فوتي احكي لي شو صار معي. تعي. ايه شو ايه؟ خلص خلصت القصة. كيف خلصت؟ انت بلشت حديثك عم بتقلي انه انت وميادة تركتوا بعض. عال بالقصة اللي انت حكيت لي اياها، شو الشيء اللي بدل انه انتوا اثنين تركتوا بعض؟ لك قلت لك قامت وتركتني وقالت لي خلص انساني وانسى الموضوع. ايوه وانت بقى ما صدقت على الله وبدك تنسى. شو قصدك؟ قصدي انه ما بقى تزعل لما بشبهك لملهم او لاي شاب تاني. لك الحب، لك الحب شغله صعبه، صعبه يا جماعه. ليش ما عم تفهموا؟ ليش مفكرين انه لازم يكون حلو وممتع وبيسلينا بس؟ لانه هيك المفروض يكون. ولا الواحد ليش بيحب؟ ولا الواحد ليش بيحب؟ طيب ليش التاني ليتعذب؟ شو هالأنانية هي؟ يعني انت حابب تاخد كل شي حلو من هاي العلاقة والطرف التاني ما بيحق له؟ تعرف شو؟ انا ماني شايفة اي شي غلط باللي قالت لك يا ميادة، وانا متأكدة انه هي ما عندها خبر انكم تركتوا بعض. هي على الاغلب انقهرت منك لانك انت فهمتها غلط، فهمتها أنه هي عم تحرجك وعم تحطك قدام الأمر الواقع، فقالت لك إذا جيتك لعندي وطلب إيدي من أهلي هي لو يدرع فأنسى هي القصة وانساني. وإذا هي الشغلة هي شغلة حلوة بالنسبة إلك وبتسعدك، فلا تنسى القصة ولا تنساني. أنا واثقة أنه هي هيك قصدها.
شو ستار أفندي؟ بسيطة حبيبتي بسيطة. لك شلون بسيطة يا نادي؟ لك شغلة كتير كبيرة كتير كبيرة. يا لا مو لهالدرجة روقي. لك يا نادي فهم علي، أنا بعشق الأرض اللي بيمشي عليها أيمن، بس والله العظيم رغم كل هذا الحب بكرة لما بده يجي يطلبني إذا ما كانت فرحته وضحكته على وجهه ماني موافقة. إيه لا لا أكيد رح يجي ورح يكون مبسوط، يعني رد فعله اليوم ما له مفهوم، مو هذا أيمن اللي نحن بنعرفه، فأكيد هي حالة مؤقتة. بعدين لا تزعلي مني، ما هو حق بشقفة منها. بشو بالله؟ يعني كان من حقه إنك تخبري إنك ناوي تقولي لأبوكي، لا تقولي لي تاخدتي بالعواطف. أبوكي مبارح كان كتير متفهم لما قلتي له بكرة بحكي لك، يعني كان معك مبارح واليوم الصبح لحتى تخبري أيمن. بقى في شي من قصة فرض أمر واقع مثل ما قال أيمن. لك لا يا نادية، ما أنا والله بعرف إنه ما في شي مقصود، بس بعقلك مباطن مبلا، نسياني إنك أنت من فترة كنتي عم تشككي بمشاعره وحبه لإلك. مبلا بس رجع مشي الحال. إيه مشي الحال مزبوط، بس ضل في عندك شي جوا، ضل في عندك شي من الخوف. يا نادية يعني إذا عندي خوف أنا بفرض عليه أمر واقع؟ ما هلأ كنت عم قلك إذا ما كانت ضحكته ثابته ماني موافقة. طيب خلص بسيطة روقي. لك شلون بدي روق إذا أنت شايفتيها مشكلة معناتها هو خلص خلص انتهى الموضوع. لا ما بتصور. ما بتتصوري؟ هلا هذا اللي طلع معك؟ يا الله يا الله يا خلص حبيبتي خلص رعت. لا لا ما عاد في أيمن. خلص يعني ما كان ضروري إنك تنبهه. شو؟ شو شو؟ يعني أنت شفتها وتأكدت إنه هي ورحت قلت له، شو استفاد هو غير انه زعل وفكر بالموضوع وتذكر كل ذكرياته؟ قولي بهي معك حق. لك وانا خطر لي مو انه ما خطر لي، قلت لحالي بعدين بخبره، بس والله ما بعرف شو صار لي فجأة لك وصال، يعني حسيته هيك متضايق ومحبط، قلت لحالي بفرحه شوي. ايو دخيلك على هالفرحة قال جاي تشوفه من بعيد لبعيد، انه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني المخلوقة مشتاقت له كتير ولسات عم تفكر فيه. وليش هالحركات؟ إذا مشتاقت له ليش ما بتروح لعنده؟ لا يا سيدي ما تروح لعنده، على القليل تحاكيه تقول له ليش هيك عملت، ليش هربت تركته فجأة. والله كلامك مزبوط لك وصال. هلأ إذا الواحد يصفن شوي بتصرفاته، يعني صحيح من جهة بدل قديش هي بتحبه ومتعلقة فيه، بس كمان من جهة تانية بدل إنه قديش هي المخلوقة أنانية. يعني معقولة اشتاقت له وحبت تشوفه فبتروح بتراقبه من بعيد لبعيد؟ ما خطر لأنه هو كمان حابب يشوفها ولو حتى من بعيد لبعيد؟ خلص جهاد لبقى تحكي هيك، والله قلبي عم يتقطع تقطيع عليه. قال شو هو عامل حاله على أساس عادي ومو فرقانة معه، بس ما حدا بيعرفه قدي بيكون من جوا عم يتقطع تقطيع. وصال وصال مشان الله لا تخليني حس بالذنب أكتر من هيك. يا ستي لحظة غباء صارت، شو ساوي يعني؟ سميها مثل ما بدك تسميها. ديري بالك على حالك وروقي. ايه ماشي ماشي حبيبتي، مع السلامة. والله يا استاذ بعد ما اهلي عرفوا ما عادت الفوتي لعند رزان شغله سهله. بعد ما انت عرفتيهم قصدك؟ ايمن انا اسفه، انا فكرت عن جد معك حق، انا كان لازم اخبرك قبل ما اقول لهم. كان لازم تساليني ميادة، تساليني مو تخبريني. ايه مزبوط كان لازم اسالك. ايمن مشان الله انا اسفه، والله العظيم الموت علي اهون من زعلك وحياة الله. خلص ماشي حصل خير. انت زعلان؟ لا ماني زعلان.
كان بلا زعلان. عم بقول لك ماني زعلان. شفت انك زعلان يا خلص. شو يا؟ لسانك على بر، بدك تروح ولا بقي انت؟ لا عمي رايح رايح. وشو الناطر؟ لازم اعطيك خرجيه؟ لا عمي ما قصرت، كفيت ووفيت. ايه؟ يكون بعندك اذا طلعت من هون بدي غير الغال، يعني رجع على البيت ما فيها. ايه؟ وقفي الباب على حالك من جوا كمان. غزان انت وعدتيني. طبعا. وصفيان لي حدا غيرك وصف. لا في. في آدم. جاهزين؟ جاهزين. هات عنا. لك عبير؟ عبير وين رايحة؟ لك عبير يا مجنونة؟ لك معقول تروحي معه؟ لك يا مجنونة ارجعي؟ لك يا عبير يا مجنونة بيوتك؟ لك وين؟ لك عبير؟ لك عبير لك يمكن الله يرضى عليك ارجعي؟ لك يا ناس يا عالم بنتي مجنونة وجوزها بيقتلها مجرم مجرم وقاتل والله رح انطق بالحبوس والله والله رح انطق بالحبوس والله رح ما بتشتكي عليك يا مجرم يا قاتل ولك يا آدم تعب لك يا عبير جاي سلامات اهلين اهلين زين اهلين وائل كيفك كيفن اهلك ان شاء الله بخير تمام بخير ايه الحمد لله شو هلا جايين من المدرسه ايه والله يعني مثل ما لك شايف برافو عليكم شدوا الهمه هالسنه بكالوريا بدها هالكتاب
صحيح بدي اسالك شو عاد صار معكم بموضوع هذا الحلاق؟ حلاق؟ انو حلاق؟ لك شلون انو حلاق؟ شو ما حكى لك هذا سامر البطيخ؟ او اخوك ما حكى لك؟ اخوك اكيد بيعرف. لك 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 العم على هالخبصه هي بس ما يكون ما بدهم يحكوا قدامك وانا حكيت. يعني شو عم تحكي زياد؟ فهمني مشان الله. لك مو عرفوا بيت الحلاق يلي ضلت اختك قاعده عنده فتره بعد ما تركت بيت سامر؟ عرفوا. ليش انت ما ادري؟ لا والله اشرح لي انت. لا اخي شو بدي اشرح لك؟ بلكي ما بدهم يحكوا قدامك يا عمى. هلا بينقروا مني لانه حكيت، خاصة هذا جاري ووشه بوشي على طول، اكيد رح ينقرق. لك مين هذا اللي جارك؟ الحلاق؟ لك ايه الحلاق، بس مو جاري بالبيت، جاري بالشغل. اخي الله يرضى عليك، انسى اني جبت لك سيرة. امشي اختي امشي، خاطرك. بعدين معه خير؟ في شيء؟ ايه نعم في، لحقني من اول ما طلعنا من المدرسه. بس بس شو؟ بس من اول ما طلعنا من المدرسه. لكن من امتى؟ لك يا مجنونه انا لاحقك من اول ما طلعنا على وش الدنيا. قبل فلسفه. شو فكرتيني عم بمزح؟ ما بيهمني. ايه بس انا بيهمني. شو بيهمك؟ بيهمني انه تعرفي انه انا لاحق على الدعسة، ومن اول ما طلعنا على وش الدنيا عن جد. لك مو في غنية صحيح بتقول انه البنت بتكبر قبل الشاب؟ بلشنا سخافة هلا؟ لك عن جد هي البنت بتكبر قبل الشاب. ايه وشو يعني؟ شو دخل هذا باللي عملته فيني؟ اللي عملته فيكي؟ دخله انه انت كبرتي قبلي. انت خدعتيني. انا خدعتك؟ ايه خدعتيني. مو بعلمي كنا نمشي سوا ونهاكل سوا، نحب نفس أفلام الكرتون، نلعب على الأسطوح طمامة دور عليكي وتدوري علي. عم فجأة مدري شو اللي تغير. ما بتذكر أنت بالضبط، يمكن كنا صف سابع تامن. عم فجأة بلاقيكي هيك كبرتي بسرعة كتير، وطلع لك هيك شغلات، وصرتي صبية وأنا لساتني صبي. أي بس ضلينا رفقات. لك إيه ضلينا رفقات، بس في شي تغير. شو هو؟ انه انتي صرتي قدامي كتير وانا وراكي وعلى ركض يا نهلة. لك ما عاد لحقتك. بتصدي كنت كل الوقت نام مقهور وفيق مقهور وما اعرف ليش. اما اخر شي عرفت، حسيت انه انتي عم تكبري وانا ما عم بقدر الحقك، وضلت القصه هيك لحتى صرنا بكالوريا. قام هون حسيت بقى انه اجت فرصتي انه اثبت لك انه انا زلمه، انا رجال، او انا كنت حابب اعمل زلمه. قام صرت ادخن واعمل هدول الحركات اللي لهم علاقه بانه انا صرت كبير، وانت ما كان في قدامك غير انه تعملي المره، اهو تعلميني شو يعني المره. بس انا عملت، انت اللي ما بين معك. ومين قال لك؟ فصلك الناقص اللي عملته معك. لك انا غلطت غلطت، ايه غلطت، بس انت هيك يعني بدك تكبي 17 سنه وتمشي؟ طيب وانا مع مين بدي امشي؟ بكره بتلاقي 1000 بنت تمشي معها بالجامعه. ايه بس اكيد ما حلاقي بنت اكل قتله من المدير كرمالها مشان اغطي عليها اني كسر الشباك الصف. ايه حاجتك بقى.
لك ايه وما حلاقي بنت طعميها سندويشتي لانه نسياني سندويشتها بالبيت وانا ضل كل نهار جوعان. والله شو وانا كمان كنت طعميك سندويشتي. ايه بس ولا مره اكلتي قتله من رفقاتك لانه كانوا عم يتمسخروا علي وانت كنتي مقهوره كثير. هلا لشو بدك توصل من كل هالذكريات؟ بدي اقول لك انه انا مستعد اكل قتلات كرمالك كل العمر. ايه ما بدها تاكل قتله، بطل الدخان. لك رح بطله بس بعد كم يوم؟ بعرف بعد 3 أيام. وليش يعني بعد 3 أيام؟ لأنه بيكون عيد ميلادك. متذكرة؟ أي نعم، بس كنت بدي طنشك مشان أقهرك. يخرب بيتك، بتعرفي إنه كنت طقيت؟ خرجت لحتى تتعلم. إيه تعلمت. ورجيني لشو؟ إذا ما قلت لك يا آنسة ما رح تردي. ما عفواً عمو، عم تحكي معي؟ وعم بطبب إن شاء الله يا عبيكي. وين عبير؟ صدقني ما عندي فكرة. بكرة تعرفون جناية ولك فكرك. أنا ما حاسس عليك أنت وهذا الكلب آدم عشيك عم تتعمروا على البن أبصر وين دفرتوها. يلا ماما برد الأكل وينكم؟ حزك منزك طلعت مع الجوزة يا عيبي. شو بعليكي؟ لك أنا بورجيكي. أنا والله ما عم بفهم ولا عم بقدر صدق. أنا وإنت متجادلنا كتير وحتى تخانقنا، بس بالنهاية تفاهمنا على كل شيء، والأهم من هذا كله إنه ما بتمد إيدك على أختك. كمي أنت بدك تضلي تكبري براسها لأختي لحتى بالآخر تجيب لي فضيحة؟ ها زياد، لا تخليني أقسى عليك بالكلام. فهم بقى، أختك مرباية، مستحيل تعمل شيء غلط. يا ستي يا ريتني صورت لك يا اهل الخانون كيف كانت ماشيه هي وياه. كنتي صدقتيني، كنتي قلتي معي حق. لك ليش كيف كنا ماشيين؟ كيف مو حرام عليك تفتري علي؟ لك خلصينا بقى، لا عم افتري ولا بطيخ. كيف كنتوا ماشيين يعني؟ مبينين اشكرا امي، مبينين هي وياه مصاحبين. لك انت ليش شو شفت لحتى عم تحكي هذا الحكي؟ ماما وحياتك كنا ماشيين بكل ادب واحترام، بعدين انت كيف بتقدر تعمل هيك؟ قال اجا وسلم وهيك كتير بشوش وعم يضحك وكتير عادي، بس مشان يزت له هالكلمتين للمسكين. لك شايفة امك لك شايفة كيف بتحكي؟ عم تدافع عنه وخايفة على مشاعره، ما شاء الله حولك. اسمع كلمة ما رح ارجع عيدها من هلا ورايح، اختك ما بتتدخل بامورها نهائيا، عم تفهم؟ إلا إذا لا سمح الله شفتها شي مرة عم تقلل أدب، وهذا الشي مستحيل يصير لأنه تربيتي وبعرفها. بعدين مزبوط معها حق، أنت شلون تتصرف هيك مع واقي؟ مو حرام؟ شو هي القصة اللي حكيت له إياها عن جارك وما جارك؟ قصدك صلاح؟ إيه صلاح. هاي القصة تركيبة ولا مزبوطة؟ يعني روبا فعلا قعدت عند صلاح؟ كمي طبعا قعدت عنده، شو لك انا عم افتري عليه للزلمه؟ وانت من امتى بتعرف؟ يعني مو من زمان، من شي اسبوعين. شو بيعرفني؟ ما بعرف. ومنين بتعرف؟ كمي من وين بدي اعرف يعني؟ ما الزلمه جاري وكل الجيران صاروا يعرفوا، القصه انطبلت. ما اساسا لانه القصه مطبوله، انا كنت مفكر السيد وائل بيعرف، فما حدا يقول لي زتيت له كلمه ما زتيت له كلمه ويخاف على مشاعره. بكفي طريقه حكيك لحالها، مثل كانه حدا عم يعير الثاني بشيء عم يذكره بشيء اصلا قاهره. لك ليكي لك ليكي كيف بتحكي عنه خايفه على مشاعره الخانم؟ اسمعي امي،
قصة إنه ما لي علاقة فيها، هي القصة ما عم تدخل براسي، يعني هي البنت أختي وسمعتها بتأثر على سمعتي، فعفوا يعني مالي ناطر منك إمتى تقولي لي لازم أحكي وإمتى ما لازم أحكي، عم تفهمي علي؟ زياد وين؟ بلا زياد بلا بطيخ. ان شاء الله نعيما حسان. الله ينعم عليك يا عصرة. شكرا. اهلين وسهلين فيك. تفضل. خلي علينا سيدي. الله يسلمك يا رب. شرف موضي ان شاء الله. استمديك صراحة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مساء الخير. مرحبا. اهلين وسهلا. شرف شرفك شرف. لو سمحت فينا نحكي لحالنا؟ عفوا؟ أنا أخوها لربا. أنا يسألين أنت وائل مو هيك؟ إيه وائل. أهلي وائل شرف تفضل. هشام نورم علي. حليق من نور وكلها سندويشة، يلا فضلنا الجو. يلا. إي والله أهلي وسهلين بوائل. أنا لليوم عرفت إنه أنت تعرفت على أختي روبا بعد ما تركت بيت زوجها، وجاي أترجاك إذا بتعرف عنا شي تخبرني. قسما بالله ما رح أذيها. بعرف إنه ما بدك تأذيها. هو مو لأنه مفارقة معي، بس روبا بعرفك بعرفك وايد، أنا بعرفك منيح. أختك حكت لي عنك كثير وكانت تحبك كثير. الواضح إنه القعدة بدها تطول. شو بتحب تشرب؟ اللي بدك اياه. على فكره اتصلوا جيراننا بيت ايمن، قال بده الموعد لحتى يعملوا لنا زياره. والله كانه هي زياره غير شكل، طالما اخذوا موعد بهالطريقه. ايه هيك شكلها. مياده مياده. نعم ماما. تعي شوفي ابوكي. خير بابا؟ بابا ليش بيت ايمن جايين زياره لعنا؟ هلا ما بعرف، بس بظن يمكن شغلات خطبه ما خطبه. قولي عليكي مأواكي، القط بياكل عشاكي يا حرام. وليه محتاله وبسألك في شي بتقولي لي لا؟ وانت شو دخلك؟ بعدك صغير على هيك شغلات. ليش انت من امتى بتحكي اسرارك للعيله؟ خليهم يشرفوا بابا، امتى ما بيريدوا. شو امتى ما بيريدوا؟ بعد بكره لا. وليش لا؟ لانه عيد ميلادي. سيد ابو امير مد ايدك على عبا، خلي ربك يحبك، هات لك كم الف. مين جاي؟ ما في يعني، انا طبعا نهلة ميس ووائل ويمكن يجوا نادية وخطيبة، يعني ستة. هات لك 6000. اتمانه يا فهيم، شو نسيت انا وخطيبي؟ دك الله يحمل معه، الله يحمل معه، لسه ما صار خطيبك حبيبتي. لا ماما ما بصير، لازم تتصل فيه بتعزمه. ماشي تفضل. هي 8000. عمر خليهم 10. ليش مين جاي كمان؟ انا وانت. انتو شو بده يقعدكم بين الشباب؟ لا مو حلوه بحقك بنوب ماما، شبه ابوك من شو بيشكي؟ زينة الشباب. الله حيو ماما. المكثفات المتغيره يا ابني، ركز. مرحبا آدم، كيفك؟ وعبير شو وضعه؟ وأنا كمان اليوم اشتقت لها. شو بدي أقول لك آدم، خرج شوفك اليوم ضروري كتير؟ هيك في شغلة صارت معي وأنا لازم حطك بالصورة. خلص بس شوفك منحكي. يلا باي. مرحبا رزان. أهلين. كنت قريب من هون قلت بمرق بشرب فنجان قهوة عندك، مو كصديق سابق ولا كحبيب مهزوم. لكن كشو؟ كزميل مهني. إذا هيك تفضل.
عبير؟ شو الأخبار؟ قصدي كيف ملاقي المكان هون؟ مو أحسن من البيت؟ بلا على قليلة هون كلهم مجانين مثلي. بجوز الدنيا تكون عاملة فيهم هن الاثنين. انت ليش كل شي بتحطه بظهر الدنيا؟ عبير انا جاي مشان خبرك اني بدي ارجع البيت كم يوم، ما لازم نترك ابوكي لحاله. ابي ولا رزان؟ اتصلت معي وسألتني عنك، بتسلم عليك وهاليومين رح تجي لعندك. سكر البرداية قبل ما تروح. نجيب ولد أنا. هذا كل شي بعرفه عن أختك، والحقيقة أنا ما شفت منها إلا كل خير. بنت محترمة ومرباية، تصرفاتها أكابر. بس أنا ما بخبي عليك، بالفترة الأخيرة تعرفت على هذا الرجال اللي كانت متزوجته. يعني أختك الحقيقة بتنعطى مية وسام إنه كانت بتحملته. يا رجل ما بينطاق. فمشان هيك وائل أنا بدي إياك عن جد تكون حنون معه. مش أنا طايلة لحتى أكون حنون أو مو حنون؟ شوف وائل، أنا بقصد من جواتك، لا تقسى عليها. إن شاء الله. طيب أنا رح أعطيك رقم تليفوني مشان إذا أي حدا عرف شي عن ربا يخبر التاني، ماشي؟ ماشي. رقمي 09. بس خليني أخذ جوالي. خلص تبع لحالك. وانت كيف عرفت؟ ليش بالوسط الفني في شيء بيتخبى، وخاصة قصص الممثلين وغرامياتهم. يعني شو السمعة اللي طالع عليه بالضبط؟ انه هو حابة ولا هيك بس مصاحبة؟ ما كتير بتفرق. بوضع حدا مثل ايمن لساته باول الطريق، بكفي يرتبط اسمه باسمه لحتى ينحسب على ناس بصراحة ما له مصلحة ينحسب عليهم. يعني كان طالع طلع ظريفة، ليش التخبيص ما بعرف. طيب وانت ليش ما خبرته؟ يعني انت صديقه وقريب من الوسط كمان وبتعرف كل قصصه، اكيد بيقتنع منك. بعد الموقف اللي صار ما بظن. هلا ايمن اكيد بيكون عم يفكر انه صداقتي معه كانت كلها بس منشان تقرب منك. مو لهالدرجه. بدك تقنعيني انه ما حكي شيء، ما عمل قصه بعد ما مشيت. يعني عمل قصه بس انا عرفت دافع عن نفسي. يلا حصل خير، شكرا على القهوة. بس قبل ما امشي بدي اسألك سؤال اخير. تفضل. هلا نحن خلاص قفلت قصتنا؟ بظن. يعني ما بتنصحيني حاول؟ لا. اكيد اكيد. طيب سلام.